أشرفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي مساء أمس أشرفت رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيجا بدار أوبرا الجزائر بوعلام بالسايح على العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي أو الطويل العربي بن مهيدي للمخرج بشير درايز، والذي يروي قصة أسطورة الثورة الجزائرية العربي بن مهيدي. وكان هذا بحضور الطاقم الفني والتقني للفيلم إلى جانب ثلة من الوجوه الفنية والإعلامية والطاقم الحكومي، وذلك من جانب من الجمهور لعشاق الفن السبع. ميكروفون كان لفلهلي. بالفعل بعد انتظار سنوات من الزمن، اليوم الحمد لله حضرنا العرض الشرفي الأول لفيلم بن مهيدي. وطبيعة الحال هذا الرجل الفذ الذي جمعنا اليوم، والذي كان يعني من رجالات الثورة التحريرية، والحمد لله اليوم بفضل يعني التعاون والمتبادل وهذا الانتاج المشترك ما بين وزاره الثقافه والفنون ووزاره المجاهدين وايضا المخرج درايس، المخرج المبدع درايس، الحمد لله خرج هذا العمل الى النور. والجميل انه تصادف اليوم مع المصادقه على القانون صناعه السينماتوغرافيه بالاجماع من طرف المجلس الشعبي الوطني، ونتمنى ان تكون هذه انطلاقه لدفعه قادمه من الافلام ذات الجودة التي تستحق أن تعرف انتشار على المستوى الوطني والدولي أيضا. كل الشرف لما نتحدث عن رموزنا وأبطالنا، هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الأبطال، أن نسترجع ذاكرتهم وأن نقدمها كما طلبوا وكما كانت أمنيتهم، أنهم إذا ماتوا أن لا ننسى ذاكرتهم. ونحن اليوم نحاول أن نكون على قدر تلك الأمانة من خلال يعني هذه الأفلام التي تحكي سيرة هؤلاء الأبطال. نأمل من المولى عز وجل أن نكون وفينا ولو القليل في حق هؤلاء الأبطال، رحم الله شهداء الجزائر. أنا قلت لكم العربي شقيق كل الجزائريين والجزائريات، لست الوحيدة شقيقته. حلم كل مخرج يدير يعرض الفيلم تاعه في أكبر قاعة وأكبر جمهور ممكن. اليوم تحقق، اليوم درنا فيلم كانوا 1500 قاعدين وكانوا 200 بين ليزيسكالي والواقفين، دونك اليوم عرضنا أمام 1700 متفرج. أنا كان تجاوب مع الفيلم، شفنا الناس تصفق في وسط الفيلم بليزيور فوا عدة مرات، شفنا نساء تزغرت في الفيلم عدة مرات، شفنا التجاوب كي خلاص الفيلم. انا دوك انا جد مسرور، انا مرتاح صديق، ديجا ذهنيا مرتاح، سيكولوجيكمون مرتاح، باسكو قوه الهضره. واحد يقول لك كاين تحريف، واحد يقول لك حرف التاريخ، واحد يقول لك اليوم الحمد لله الناس شافت الفيلم اللي ما كان حتى تحريف، كاين صافي، كاين شجاعه في الديالوغ، بصح ما حرفنا ما والو، كانوا قدامنا مجاهدين ما قالوا والو. كما يقول العربي بن مهيدي في الفيلم، ما كاينش رجل اول وما كاينش رجل ثاني، كاع لي كوميديان سون امبورتون. العربي بن مهيدي كساسوا في الثوره ولا كساسوا في حياته الخاصه، كان لا بلو فورت كاليتي تاعو سا موديستي، وكان دائما يسبق الجزائر ويسبق المشاريع تاعو قبل نفسه. سي با اون بيرسوناليتي كي جوي سور لا بيرسوناليتي مي جوي سور لا فيديراسيون، سي بو سا الى بو اتر لوم كي لايتي. هذا الفيلم صح طال وخدمنا عليه وأمنا به، كما هما أمنوا بأنه كيجي نهار والجزائر تولي مستقلة، احنا أمنا بلي يجي نهار والفيلم هذا يشوف النور. الحمد لله شاف النور، وأنا نقول عن الفيلم هذا راح يقعد لي أجيال باش يشوفوا بلي أنه هذو المناضلين، هذو الشهداء، هذو المجاهدين كانوا كيما هما، كانوا يقراوا كيما هما، كانوا يزعفوا كيما هما، كانوا يبكيوا كيما هما، بصح هما أمنوا بالوطن، أمنوا أن الوطن قبل كل شيء.
هذا وتحدث مخرج الفيلم بشير درايس عن المهمة المقبلة التي تنتظر فريق العمل لتوزيعه وكذلك ترويجه. احنا عدة افلام تحبست في العرض الشرفي، والافلام تنتج لتوزع لتشاهد في الجزائر في الخارج، واليوم احنا هذه هي المهمة تاعنا. المهمة تاعنا كيفاش راح نديروا باش الفيلم هذا يتوزع في كل انحاء العالم ديجا كفيلم وللتعريف بشخصية العربي بن مهدي. من جهتها كشفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا ملوجي عن موعد صدور الفيلم في صالات السينما للجمهور. سيكون هناك برنامج للترويج في شهر رمضان إن شاء الله، وبعدها سيتم توزيعه، وربما ستكون مشاركة الأولى أيضا في مهرجان المتوسطي للفيلم، الفيلم المتوسطي يعني، وبعدها يكون في جميع قاعات في كل التراب الوطني.